اصبح نصبح المنكر لولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 27/10/2024، وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره اللحم البقري اولاد السعداني. يا حاج محمد صباح الفل يا غالي، نهارك ابيض. بكم الكيلو جام النهارده؟ من 165 ل 170. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، المال صلاة النبي عليها. الله أكبر الله أكبر، صباح العسل، بسم الله ما شاء الله. لبان ولا قصر قد ايه يا حاج؟ قصر جو. عامل ايام على بعضه؟ عامل ايام على بعضه حاج محمد؟ بيشتروا فيه ب 87,000، بسم الله ما شاء الله. يعني تقريبا يجي ميزانه كام يا حاج محمد؟ يا حاج ميزانه 550 كيلو، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. حاج علواني فين؟ عنده منك ما جاش النهارده؟ الله يصلح حاله. في رقم تليفوني يا حاج محمد؟ محمد اهو الكياده هنا. ادينا الرقم يا محمد. علي خد رقم محمد. الله يستحل، بسم الله ما شاء الله. بكام الكيلو جام يا استاذ النهارده؟ ميزانة سوق دمنهور الله اكبر. بكام يا رجاله الكيلو جام النهارده؟ 165 و170. 165 ل 170. ميزانة سوق دمنهور يا جماعه زي ما قالوا من 165 ل 170 البقري. طب الجاموس؟ 140. 140 الجاموس اعلى حاجه لحد 45. الله يبارك لكم ويصلح حالكم، صباحكم زي العسل ان شاء الله. اللهم امين. معلم احمد سعيد يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. عامل كام يا فخر؟ بكام؟ 65. 65 الله يصلح حالك، الله يصلح حالكم يا فخر. ناركم ابيض، الله يرزقكم ويصلح حالكم. كيلو جام النهارده يا معلم احمد؟ 170 جنيه، 169 جنيه، 168 جنيه. 160 جنيه عشان خاطر الناس تبيع. بتوع الميزانه قالوا من 160 ل 165. 165 كمان. 165 معلم احمد سعيد الله يبارك له ب 165 الكيلو جام. اللحم الله لحد 75. الجنيه لحد 75 يا جماعه المحيي. الله اكبر. الله يبارك له. ما رضيش حتى ب 10 جنيه. النعم. يا عم ده حبيبي. احسن راجل. حبيبي بعد لي 5000. الله يبارك له يا اخي. حرفن عليا ينفع؟ لا والله ما ينفع. لا والله بتحرفن عليا. لا ما ينفع. ولا شاور. الله اكبر. المال صلاة النبي عليها، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. صباح الخير يا حاج سعيد. الله يقويك ويعينك. بكم الكيلو جام النهارده؟ 170. اللهم صل عليك يا نبي. يا فخي عامل ياما الحلو دي؟ والله ما احنا عارفين يبيعوه ولا بياما ولا بياما. ليه؟ اهو دي في وش الشعب. يعني السوق مريح النهارده؟ مريح النهارده. هبوط في الاسعار زي ما قالوا التجار يا جماعه. يعني بكم الكيلو جام النهارده يا فخي؟ 70. 70. طب ما هو 70 ده غالي يا فخي، مش رخيص. احنا عايزين 150 حتى كمان. ربنا يصلح حالك. دبابات يا جماعه، العجول الذكوره اللحم البقري في سوق دمنهور، اكبر عجلات لحم بسم الله ما شاء الله عليها. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليها، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. أكبر عجل في سوق دمنهورات يا جماعة مع المعلم حسون البسومي، ربنا يصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم آمين. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. صباح الخير يا معلم. عامل ياما العجل الوحش دي، أكبر عجل في سوق دمنهور. 140,000. بكام الكيلو فيه جاي يا معلم؟ 172 عشان لحمة مظبوطة. الكيلو فيه بكام؟ ب 172 عشان لحمة مظبوطة. يا معلمي بكام الكيلو اللي ماشي النهاردة؟ 172 من 170 من 70 ل 75. من 70 ل 75. الله اكبر. 70 ل 75 بسم الله ما شاء الله. والصغارين دول برضه اللي هنا عامل ياما يا معلم؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر.
لبان ولا قصر حي؟ قصر جوز. قصر جوز عامل ايه يا معلم؟ 65,000 وقصر جوز، بسم الله ما شاء الله. الكبير ده ميزانه قد ايه يا معلم جاي؟ اي 6.5 يجي 700. الله اكبر، يجي 700 كيلو، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. دينا الرقم يا معلم، يقول لك 0 100 30 64 933 والعنوان قراقص دمنهور البحيره، المعلم حسون البسومي، جزار بلدنا، الله يبارك جزارة البسوم، الله يبارك لهم واستحالهم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي على المال يا جماعه، الله اكبر. دبابات، العجول، الذكور، اللحم، البقر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. بكم يا فخي؟ يا فخي 75,000. 75,000 كم يا فخم والله؟ يا رب يدينا 77,000 360 جنيه اللحمة، عمو عام بكرة 360 قطاعي، 360 جنيه، الله أكبر. خلي غلابة تاكل، خلي غلابة تاكل، خير بيضحي، حاج خير بضحي يا جماعة. اللهم صل عليك يا نبي، لا ما انت تقول لي بسم الله ما شاء الله. محمد خيري بضحي، محمد النهارده بضحي، حاج محمد خيري بكام الكيلو جاي من النهارده؟ الكيلو جاي من النهارده 170 جنيه. 170 الكيلو جاي، ما الله اكبر. عامل ايام على بعضه؟ عامل 75,000. 75,000 بسم الله ما شاء الله، والكيلو ب 170. ما فيش اقل من 170. ايوه 170 جنيه حلو كده. الثابت 170. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. 360 جنيه اللحمة. منين يا فخ؟ من ابو الريش. من ابو الريش ده منور. ادينا رقمك لو حد عايز فخدة، عايز نص عجل برضه تواصل معاه. 0 100 561 561 9610 9610 الاسم طيب يا فخي؟ حاج عمر ابو الريش. حاج عمر ابو الريش، جزارة ايه طيب؟ احنا لسه بقى على الله، بقى على الله يستحق، لسه على الله، الله يصلح حالكم. بس احنا هنفتحوا ان شاء الله ونبيعوا ب 360 جنيه. هيفتحوا ويبيعوا ب 360 جنيه مبادرة. امرك يا رب. الله يصلح حالكم. حاج عمر باع فدان ارضه وهيضحي. الحاج عمر باع فدان ارضه وهيضحي. الله يبارك له، بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا معلم مساء. يلا يعمل حق ده بيشتروا في 63. الله يصحك. اوه معايا عيد، بص مش حد عارف يمسكه، بس انا ما بنجزعش على حاجه، ما بنسعيش منه، ما جزعش يا عم سعيد، احنا رجاله. عم سعيد فيه؟ عم سعيد قول له انا رجالي يا معلم حسام. رجاله النهارده يا اولاد ب 63,000. ب 63 كانوا بيشتروا في 65,000. 60,000 اهو. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، فرج يا عزيزي على العجل الانجليزي، بسم الله ما شاء الله. اللهم عامل ياما معلم حسام بيامي ب 63. 63 ايوه 63. بكام الكيلو جاي من النهارده؟ ما اعرفش والله. الميزان ده رزق عالم، الرزق عالم، هو نصيبه، هو نصيبه. يجيب 400، يجيب 300، يجيب 350، زي ما يجي، زي ما يجي، ده نصيب عالم، ده نصيب عالم. الحمد لله، الله يبارك لك. وانت طيب يا معلم حسام. 175 ما شاء الله. كام والله الكيلو جاي؟ 175. احنا 70 165 و 170 اخر حاجه. 175 لحم السابت. السابت 175. ايوه. اسعار النهارده يا جماعه مريح. ببلاش. ببلاش. ما عادش حب بلاش. لا ببلاش والله. الله اكبر. عجل واكلة. عجل واكلة صح. صرفة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الخير. ناركم زي العسل. الله يقويك. بكام المحاير الحلوه دي؟ ب 175 جنيه. الكيلو ب 175. اللي عاوز يربو. اللي عاوز يربو. وب 170. وب 170. اللهم صل عليك يا نبي. هنبيع ب 170. لبان يا فخم؟ لبان يا مصر. الله اكبر. يعني ده يطلع على العيد يبقى متختخ. يا خلصنا بعد عيد. الله اكبر. هيجي قبل في رمضان، هيجي في رمضان. رمضان، رمضان كمان. اول رمضان. ده رمضان هاني تاكل كلها شهرين ولا ثلاثه. واللي عاوز يشتري ميزان هنبيع له ميزان. واللي عايز ميزان هيبيع له ميزان. اللي عاوز ميزان هنبيع له ميزان. الثابت بكام اخره يا فخي؟ نعم. بكام؟ ما تصورش بقى ما قلنا على اللي فيه. الله يبارك. ادينا ادينا الرقم. نعم. ادينا الرقم. ايش ادينا الرقم؟ 0 100. 0 100.
36 94 113 113 الله يبارك لكم. قاعدين فين يا فخي؟ روح من غير ناصر. قاعدين في مركز الدلنجات. مركز الدلنجات بحيرة يا جماعة. روح من غير ناصر القنبة. حجة ناصر قنبر زعلان ليه؟ يا ابو قنبر ببلاش النار. مالك في الدلنجات يا ابو قنبر؟ ربنا يرخيها على عبادي. خوالك روح نرن قول من الدلنجات دم. عاوز يعمل بطاقية دم. الله اكبر. روح نروح نروح نروح. احسن راجل ابو قنبر يا حاج. الله اكبر. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنكم وعننا البلاد. اشكر الله. نسمع ذكر الله، قول لا اله الا الله. الله اكبر. عامل ايه يا فخي؟ كل سنه طيب. اللايك والاشتراك لقناه المعاش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه